ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پوری دنیا کے اندر اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے آفت پھیلی ہوئی ہے. ہر چھوٹا بڑا اس کا شکار ہے، اور آفتیں اس قدر ہیں، بیماریاں امراض کی وجہ سے پوری سپر پاور جو طاقتیں وہ بے بس نظر آتی ہیں، میڈیکل سائنس بے بس نظر آتی ہے، سائنس ٹیکنالوجی اس کے ہاتھ پیر پھول گئے ہیں. تو گویا کہ یہ ایسی آفت ہے کہ جو پوری کائنات کی انسانیت کو پریشان کر دیا ہے. ظاہر ہے کہ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان و یقین کام کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زماں، آپ کے الفاظ قدسیہ، آپ کی احادیث طیبہ، آپ کی سنن اور آپ کی مستحبات جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہیں. آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا وہ مجموعہ ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور اس کے مصنف امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. علم و فضل کا اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، اور ان کی جو کتاب صحیح بخاری اصل کتب بعد کتاب اللہ کا اعزاز حاصل کر بیٹھی ہے کہ قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کی اور جہاں کتنی کرامتیں ہیں، ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ صحیح بخاری کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے آفتیں ہٹا دیتے ہیں، دنیا سے امراض اٹھا لیتے ہیں، دنیا سے تعاون چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ علماء بخارا، علماء سمرقند، علماء ماوراء النہر، ان کا تجربہ ہے، 13 صدیوں سے امت کا تجربہ ہے کہ جب بھی کسی روز زمین پر آفتیں نازل ہوئیں، جب بھی کسی زمین پر جو ہے آسمانی قہر ٹوٹا ہے، تو یہ قرآن، یہ صحیح بخاری شریف کا کہ جب تلاوت کی گئی، اس کا درس دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے دنیا سے ان آفتوں کو دور کر دیا. اور ایک عرصے سے میں اہل علم کو یہ درخواست کرتا رہا کہ صحیح بخاری شریف کی تلاوت کریں. یہ کرونا وائرس آیا ہے، لہذا صحیح بخاری شریف کی تلاوت مدارس کے اندر ہو، مکاتب میں ہو، مساجد میں ہو. اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی، جیسے 13 صدیوں سے یہ جو ہے وہ محدثین کا تجربہ ہے کہ یہ بیماریاں سب کی سب اٹھ جاتی ہیں، تو یقیناً آج کرونا وائرس کے حوالے سے جو آفت اتری ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اٹھا لیں گے. ظاہر ہے کہ لیکن اب تک اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ جو ہے کوئی ایسا جو ہے وہ نتیجہ سامنے نہیں آیا. تو میں نے خود پھر اس کا اہتمام کیا، اور پاکستان کے اندر میں نے 2 علماء کرام کی ذمہ داری لگائی، اور وہ علماء کرام اس کی تلاوت کر رہے ہیں. چنانچہ ایک جو ہے حضرت مولانا مفتی صبغت اللہ عدن صاحب، اور دوسرے حضرت مولانا قاری رضوان صاحب، یہ دونوں حضرات جو ہے یہ وہاں تلاوت کر رہے ہیں، اور تقریباً جو ہے 500-600 صفحات تک بخاری شریف کی تلاوت ہو چکی ہے، اور وہ جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ تلاوت جو ہے رحم ٹی وی کو پر لائیو جو ہے اس کو نشر کیا جائے گا. آپ راست سے درخواست ہے کہ جب رحم ٹی وی کو پر ان قریب چند دنوں کے اندر جب وہ لائیو آنے لگے، تو آپ اپنے گھروں کے اندر جو ہے اس کو لائیو جو ہے آڈیو لگا دیں، ویڈیو لگا دیں، تاکہ اس کی گونج جو ہے بخاری شریف کی تلاوت کی پورے گھر بار کے اندر ہوگی. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ یہ کرونا وائرس تو کیا کسی قسم کی بھی آفتیں ہوں گی، اس گھر سے، اس دھرتی سے، اس خطے سے اللہ تبارک و تعالی ان آفتوں کو اٹھا لیں گے. اس لیے آپ حضرات جو ہے بالکل منتظر رہیں، انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ صحیح بخاری شریف کے حوالے سے وہ تلاوتیں مکمل ہو رہی ہیں. تو ابھی جو ہے انشاءاللہ وہ تلاوت جب ان کی شروع ہو، تو آپ حضرات جو ہے ضرور اس کو خود سنیں بھی، اور جو ہے وہ اس کو گھر کے اندر بلند آواز سے لگائیں بھی، اور آگے بھی دوستوں کو شیئر کریں. جب پورے عالم کے اندر جگہ جگہ بخاری شریف کی تلاوت جو ہے آپ کے ٹیلی ویژن کے اوپر ہونے لگے گی، آپ کے فون کے اندر ہونے لگے گی، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ کرونا وائرس جی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس طرح کے کتنے بھی وائرس ہیں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین سے مٹا دیں گے. آمین یا رب العالمین. ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون آفیشیل کو سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الصلاۃ. امام بخاری یہاں اس کتاب میں نماز کے متعلق جتنی احادیث مبارکہ ان کے ابواب باندھ کر شروع فرما رہے ہیں، اور یہاں سے ہم کتاب الصلاۃ میں ان تمام احادیث کی تلاوت شروع کریں گے. باب ان کی فرضت الصلاۃ فی الاسراء.
وقال ابن عباس رضي الله عنه به قال حدثني أبو سفيان بن حرب في حديث هرقل فقال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطشت من ذهب ممتلئ حكمة وإيماء فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل عليه الصلاة والسلام لخادم السماء افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم أي محمد. فقال أرسل إليه؟ قال نعم. فلما فتح علينا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمين أسبدة وعلى يساره أسبدة إذا نظر قبل يمينه ضحكا وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الأسبدة عن يمينه وشماله ناساب بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسبدة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحكا وإذا نظر قبل شماله بكى حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول. ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس فلما مر جبريل عليه الصلاة والسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مرت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مرت بعيسى قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مرت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. فقلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبذ الأنصاري كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله عز وجل على أمتي 50 ثلاثة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق. فرجعت فوضع شطرها فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت فقال هي خمسون لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيتها ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ فإذا ترابها المسك. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. باب وجوب الصلاة في الثياب. وقول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة. وفي إسناده نظر. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير فيه أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف في البيت عريان. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج الحيض
يوم العيد يوم العيدين وذوات الخدود فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم وتعتزل الحيد عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدان ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. فقال عبد الله بن الرجاء وبه قال حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثتنا أم عطية رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عقد أزورهم على عواتقهم. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة في العلل مشجب. فقال له قائل تصلي في إزار واحد؟ فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر يصلي في ثوب واحد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. وقال الزهري في حديث الملتحف المتبشح وهو المخالف بين طرفيه عن عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه. وقالت أم هانئ رضي الله عنها التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب له وخالف بين طرفيه على عاتقيه. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخونا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة وقد ألقى طرفيه على عاتقيه. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سماد عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنها أخبره فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره. قالت فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذاك ضحى. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان. باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرجي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في ثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن إكرمة قال سمعت أو كنت سألته قال سمعت أبا هريرة يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. باب إذا كان الثوب ضيق. وبه قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في ثوب واحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يسلم علي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه. فلما انصرف قال ما السر يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي. فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيته؟ قلت كان ثوبا. قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا أبو حازم عن سهل رضي الله عنهم قال
كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاكدي أزورهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستبر الرجال جلوسا. باب الصلاة في الجبة الشامية. وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوس لم ير بها بأسا. وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، وصلى علي بن ابي طالب رضي الله عنهم في ثوب غير مقصور. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيره بن شعبه رضي الله عنه قال قلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال يا مغيره اخذ الاداوه، فاخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تواري عني، فقضى حاجته وعليه جبه شاميه، فذهب ليخرج يده من قمها فضاقت، فاخرج يده من اسفلها، فصببت عليه، فتوضا وضوءه للصلاه ومسح على خفيه ثم صلى. باب كراهيه التعرض في الصلاه وغيرها. وبه قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجاره للكعبه وعليه ازاره، فقال له العباس عمه يا ابن اخي لو حللت ازارك فجعلت على منكبيك دون الحجاره، قال فحله فجعله على منكبيه، فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا. باب الصلاة في القميص والسرابيل والطبان والقباء. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن الصلاة بثوب الواحد، فقال أو كلكم يجد ثوبين. ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسع. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سرابيل ورداء، وفي سرابيل وقميص، في سرابيل وقباء، في طبان وقباء، في طبان وقميص. قال وأحسبه، قال طبان ورداء. وبه قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه قال سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس القميص ولا السرابيل ولا البرنس ولا ثوب مسه زعفران ولا برص، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقنعهما حتى يكون اسفل من الكعبين. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب ما يستر من العورة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن أبي عبد الله بن أبي طبطة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. وبه قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن ابي زناد يعني الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباد وان يشتمل الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد. وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريره رضي الله عنه قال بعثني ابو بكر في تلك الحجه في مؤذنين في يوم النحر نؤذن بمنى الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وقال حميد بن عبد الرحمن ثم اردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فامره ان يؤذن ببراءة. قال ابو هريره رضي الله عنه فاذن معنا علي في اهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. باب الصلاه بغير رداء. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن ابي الموالي عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد ملتحف به ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا يا ابا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع؟ قال نعم. احببت ان يراني الجهال مثلكم، رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذا. باب ما يذكر في الفخذ. قال أبو عبد الله ويروى عن ابن عباس وجرح ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفاخذ عورة.
وقال انس رضي الله عنه حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فاخذه قال ابو عبد الله وحديث انس اسنده وحديث جرحد احفظ حتى انا خروج من اختلاف. وقال ابو موسى رضي الله عنه غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفاخذه على فاخذه فثقل فثقلت علي حتى خفت ان ترد فخذي. وبه قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثني اسماعيل بن علي علي قال اخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا خيبر فصلينا عندها صلاه الغداة بغلس فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب ابو طلحه وانا رديف ابي طلحه فاجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وان ركبتي لا تمس ففخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذي حتى أني أنظر إلى بيادي فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال الله أكبر خريبت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال لها ثلاثا قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد صلى الله عليه وسلم قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس يعني الجيش. قال فأصبناها غنوة فجمع السبي فجاءت يحيى فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي. فقال اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حجي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حجي سيدة كريدة والنظير لا تصلح إلا لك. قال أدعوه بها فجاء بها. فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. فقال قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها. قال نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بطريق جهزتها له مسلم فأهدتها له من الليل. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال من كان عنده شيء فليجي به. وبسطنا طاعا. فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالثمر. قال وأحسبه قد ذكر السبيقة. فقال فحاسوا حيسا. فقالت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في كم تصلي المرأة من الثياب. وقال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب جاد. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فشهد معه نساء من المؤمنات فتلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. وبه قال حدثنا أحمد بن يوسف قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة. فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنجبانيتي بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن يفتتنني. باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصابير هل تفسد صلاته وما ينهى من ذلك. وبه قال حدثنا أبو معمر قال عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال كان كرام لعائشة سترت به جانب بيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا كرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاته. باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث عن يزيد عن ابي الخير عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم
فالروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين. باب في الثوب الأحمر. وبه قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثني عمر بن أبي زايدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من آدم ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتذرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيء فتمسح به ومن لم يصب منه شيء أخذ من بلال يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخذ عنزة له فركزها فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله ولم ير الحسن بأسا إلا ولم ير الحسن بأسا أن يصلى على الجمد والقناطير وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد بصلاة الإمام فصلى ابن عمر رضي الله عنه على الثلج. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد قال من أي شيء المنبر فقال ما بقي في الناس أعلم به مني هو من أثل الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه فركع فقرع وركع وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض ثم عاد على المنبر ثم قرع ثم ركع ثم رفع ثم رأسه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض فهذا شأنه. قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله سألني أحمد بن حنبل عن هذا الحديث قال وإنما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أعلى من الناس فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال فقلت فإن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه قال لا. وبه قال حدثنا عن محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد بن طويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وآلى من نسائه شهر فجلس من مشربة له درجتها من جذوع النخل فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالس وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإن صلى قائما فصلوا قياما ونزل ل29 فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا فقال إن الشهر 29. باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. وبه قال حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حذاؤه وانا حائض وربما اصابني ثوبه اذا سجد. قالت وكان يصلي على الخمرة. باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر بن عبد الله وابو سعيد رضي الله عنه في السفينة قائما وقال الحسن يصلي قائما ما لم يشق على أصحابك يدور معنا وإلا فقاعدا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.
باب الصلاة على الخمرة. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس بن مالك رضي الله عنه على فراشه وقال أنس كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. وبه قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن يعني أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته وإذا سجد غمزني فقبضت ورجلي وإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وبه قال حدثني يحيى بن بكين قال حدثني ليث عن وكيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه عن عائشه اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبله على فراش اهله اعتراض الجنازه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني ليث عن يزيد عن عراك عن عروه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشه معترضه بينه وبين القبله على الفراش الذي ينامان عليه. باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في قمه. وبه قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشير بن المفضل قال حدثني غالب بن القتان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيدع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. باب الصلاة في النعال. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو سلمة عن سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم. باب الصلاة في الخفاف. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بالا ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم. وبه قال حدثنا إسحاق بن ندل قال حدثنا أبو سامة عن الأعمش عن مسلم عن مسلوك عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسى على خفيه وصلى. باب إذا لم يتم السجود. وبه قال حدثنا أصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حزيبة رضي الله عنها أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه قال له مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. باب يبدي ضبعيه ويجافي جنبيه في السجود. وبه قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضرق عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرد بين يديه حتى يبدو بياض يطعيه وقال الليس. وبه قال حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل استقبال القبلة. يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قال له أبو حميد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال أخبرنا ابن مهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن يسياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسول الله فلا تغفر الله في ذمته. وبه قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله
وقال علي بن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياح أنس بن مالك رضي الله عنه فقال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وما له؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. وقال ابن أبي مريم وقال أخبرنا يحيى بن أيوب وقال حدثنا حميد قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشأم فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله عز وجل. وعن الزهري عن عطاء قال سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دير قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطب بين صفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قادم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة. وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربن حتى يطوف بين الصفا والمروة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف يعني ابن أبي سليمان قال سمعت مجاهد قال أوتي ابن عمر رضي الله عنه فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساري إذا دخلت ثم خرج فصلى على في وجه الكعبة ركعتين. وبه قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرجاء قال أخبرنا ابن جرير عن طويل قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهم قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبول الكعبة وقال هذه القبلة. باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبره. وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو القبلة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به فإذا أراد الفريضة فأن نزل فاستقبل القبلة.
وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن القمط عن عبد الله رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم لا ادري زاد او نقص. فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاه شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما اقبل علينا بوجهه قال انه لو حدث في الصلاه شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. باب ما جاء في القبلة ولم ير الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي وبه. قال حدثنا عمرو بن عمرو قال حدثنا شيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والمر والفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة وعليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدل أزواجا خيرا منكن مسلمات، فنزل هذه الآية. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد قال سمعت أنسا بهذا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أكون مالك عن عبد الله بن دينان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذا جاءهم آت، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى القبلة إلى الكعبة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة الحكم عن إبراهيم عن القمد عن عبد الله بن رضي الله عنهم قال صلى النبي صلى الله عليه الظهر خمسا، فقالوا أزيد في الصلاة؟ قال وما زاد؟ وقال وما زاك؟ قالوا صليت خمس. قال فثنى رجله وسجد سجدتين. باب حق البزاك باليد من المسجد. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نقامة في القبلة فشك ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده، فقال إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يسبقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعده على بعض فقال أو يفعل هكذا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكوا، ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله سبحانه قبل وجهه إذا صلى. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك علي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بساقا أو نخامة فحكه. باب حق المخاطب الحصى من المسجد. وقال ابن عباس رضي الله عنه إن وطئت على قدر رطب فاغسله، وإن كان يابسا فلا. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهم حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحتها، فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة.
وبه قال حدثني يحيى بن مكين قال حدثنا ليك عن عن قيل عن ابن شهاب عن محيد عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه وابا سعيد رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخامه في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها ثم قال اذا تنخم احدكم فليتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه قال أخبرني قتادة قال سمعت أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يطفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله اليسرى. باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإن من أجر ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى قدمي. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكاها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع حميد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نحوه. باب كفارة البساك في المسجد. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم البساك في المسجد خطيئة وكفارتها ودفنها. باب دفن النخامة في المسجد. وبه قال حدثنا إسحاق بن نذر قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم بالصلاة فلا يبصق أمامه فإنما ينادي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره تحت قدمه أو تحت قدمه فيدفنها. باب إذا بدره البزاك فليأخذ بطرف ثوبه. وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكى بيده ورؤي منه كراهية ورؤي كراهيته لذلك وشدته عليه. وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما ينادي ربه أو ربه بينه وبين قبلته ولا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض وقال أو يفعل هكذا. باب عدة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال كما مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يكفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري. وبه قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع إني لا أراكم من برائي كما أراكم. باب هل يقال مسجد بني فلان. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية البداع وسابق بين الخيل الذي لم تضمر من الثنية إلى المسجد بني زريق فإن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال أبو عبد الله القنو العذق والإثنان قنوان والجماعة أيضا قنوان مثل سنم وسنوان. وقال إبراهيم يعني ابن تهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنهم قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال أنثروه في المسجد وكان أكثر مال أوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحد إلا أعطاه. إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني
فاديت نفسي وفاديت عقيلا فقال له رسول الله خذ فحسن في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال يا رسول الله اقمر بعضهم فيرفعه الي قال لا قال فارفعه انت علي قال لا فنثر منه ثم ذهب يقله فقال يا رسول الله مر بعضهم يرفعه الي قال لا قال فارفعه انت علي قال لا فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثمة منها درهم. باب من دعي لطعام في المسجد ومن أجاب منه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله انه سمع انس قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه ناس فقمت فقال لي ارسلك ابو طلحه فقلت نعم قال لي طعام قلت نعم فقال لمن حوله قوموا فانطلقت بين ايديهم. باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرضي قال اكبرنا ابن جرير قال اكبرنا ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا ايقتله فتلاعن في المسجد وانا شاهد. باب اذا دخل بيتا يصلي حيث شاء وحيث امر ولا يتجسس. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال احدنا ابراهيم بن سعد قال عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه في منزله فقال اين تحب ان اصلي لك من بيتك قال فاشرت له الى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصفنا خلفه فصلى ركعتين. باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب رضي الله عنهم في مسجد داره جماعة. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن ربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم. ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فاتخذه مصلى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله تعالى. قال عتبان فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حين دخل البيت ثم قال إن تحب أن أصلي من بيتك قال فأشرت له من ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا وصففنا فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذبوا عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن دخيشن أو ابن دخشن فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلم قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. باب التيمم في دخول المسجد وغيره. فكان ابن عمر رضي الله عنهم يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله. باب هل ينبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا وما يكره من الصلاه في القبور وراء عمر بن الخطاب انس بن مالك رضي الله عنه يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يامره بالاعاده وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرنا ابي عن عائشه رضي الله عنها ان ام حبيبه وام سلمه ذكرتا كنيسه رايناها بالحبشه فيها تصاوير وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إن إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه فيه تلك الصور وأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمر بن عوف فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 24 ليلة ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدين السيوف فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رضوه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى ببناء أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وإنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل وقال أنس رضي الله عنهم فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين فيه خراب وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت بالخرب فصبيت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عدادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة واغفر الأنصار والمهاجرة باب الصلاة في مرابض الغنم وبه قال حدثنا سليمان بن حرب وبه قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم ثم سمعت البعض يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبني المسجد باب الصلاة في مواضيع الإبل وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله باب من صلى وقدامة تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به وجه الله عز وجل وقال الزهري وقال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع باب كراهية الصلاة في المقابر وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا باب الصلاة في مواضع الخصب والعذاب ويذكر أن علي رضي الله عنه قرية صلاة بخصب بابل وبه قال حدثني إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم باب الصلاة في البيعة وقال عمر رضي الله عنهم إنا لا ندخل كناسئكم من أجل التماثيل التي فيها الصور
فيها الصور وكان ابن عمر رضي وكان ابن عباس رضي الله عنهم يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وقال لها مارية فذكرت له ما رأت فيها من الصور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. باب. وبه قال حدثنا عبد اليمن قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها على عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا تيار وهو ابن الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لا يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مصيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة. باب نوم المرأة في المسجد. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة هشام عن أبيها عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم فقالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور فقالت فوضعته أو وقع منها فمرت به حديات فهو ملك فحسبته لحما فقطفته فقالت فالتمسوه فلم يجدوا قالت فطفقوا يفتشوني حتى فتشوا قبولها قالت والله إني لقائمة معهم إذا مرت به الحدياه فألقته قالت فوقع بينهم قالت فقلت هذا الذي اتهتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها فكانت لها خباء في المسجد أو خفش قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت يوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا قالت حدثتني بهذا الحديث. باب نوم الرجال في المسجد. وقال أبو قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قادم رهط من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في الصف الصفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر كان أصحاب صفة الفقراء. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا نافع قال أخبرني عبد الله بن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك قالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو
فجاء فقال يا رسول الله وهو في المسجد راقد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستهجع قد سقط رداءه عن شقه واصحابه فاصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم ابا تراب قم يا ابا تراب. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعوه بيده كراهية أن ترى عورته. باب الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدا في المسجد بالمسجد فصلى فيه. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن ذثار عن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مسعر أراه قال ضحى فقال صلي ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخونا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. باب الحدث في المسجد. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخونا مالك عن أبي زناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد رضي الله عنه قال سقف المسجد من جريد النخل فأمر عمر رضي الله عنه ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. قال أنس رضي الله عنهم تتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس رضي الله عنهم لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح بن كيسان عن صالح عن قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه اخبره ان المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد فأعاد عموده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. باب التعاون في بناء المسجد. وقول الله عز وجل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله الآية. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحزاوي عن كرمة قال لي ابن عباس ولابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبي ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفذ التراب عنه ويقول ويح أمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن عزيز عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأته مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن.
وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيء تقعد عليه فإن لي غلام نجار فإن شئت قال إن شئت فعملت المنبر. باب من بنى مسجدا. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابو احمد قال اخبرني عمرو قال ان بقيل حدثه عن ان عاصم بن عمر بن قتادة حدثه ان سمع عبيد الله الخولاني انه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم انكم اكثرتم واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال بكير حسب عنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. وبه قال حدثنا قتيبة من قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر أسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بن صالحة. باب المرور في المسجد. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة عن أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبو بردة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها ولا يعفر بكفه مسلما. باب الشعر في المسجد. وبه قال حدثنا أبو اليمان الحكم عن حكم بن ناف قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة نعم. باب أصحاب الحراب في المسجد. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشه يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه انظر الى لاعبهم. وزاد إبراهيم بن المنذر قال حدثني ابن مهم قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. وقال ألوى إن شئت أعطيتها ما بقي. وقال سفيان مربة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال ابتاعيها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مروة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال وقم أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 مرة. ورواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر صعد المنبر. قال علي وقال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة نحوه. فقال جعفر بن عون عن يحيى سمعت عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها. باب التقاضي والملازمة في المسجد. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضي ابن أبي حضرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته ففرج إليهما حتى كشف السجف حجراته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال دع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم فقضه. باب تنس المسجد والتقاط الخرق والقضاء والعيدان.
وبه قال حدثنا سليمان بن حارب قال حد حماد بن زيد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات فقال أفلا كنتم آذنتموني دبي دلوني على قبره أو قال قبرها فأتى قبره فصلى عليها. باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. وبه قال حدثنا عبد الله عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلك عن مسلوك عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. باب الخدم للمسجد. وقال ابن عباس رضي الله عنهم نذرت لك ما في بطني محرا للمسجد يخدمه. وبه قال حدثنا احمد بن باقر قال حدث حماد قال عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه ان امراه او رجل كانت تقوم المسجد ولا اراه الا امراه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على قبرها. باب الاسير ابي الغريم يربط في المسجد. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوه ليقطع علي صلاة فأمكنني الله ذم منه وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبح وتنظر إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال روح فرده خائسا. باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد. وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريره رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفه يقال له ثمامه بن اثال فربطوه بساريه من سوار المسجد فخرج اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اطلقوا ثمامه فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيها عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم في المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات منها. باب إدخال البعير في المسجد للعلة. وقال ابن عباس رضي الله عنه طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أبي سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ والطور وكتاب مسطور. باب. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس قال حدثنا أنس رضي الله عنهم أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما عباد بن بشير وأحسب الثاني أسيد بن حضير في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. باب الخوخة والممر في المسجد. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا ابن نير قال عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله سبحانه خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى ابو بكر فقلت في نفسي ما يبكى هذا الشيخ ان يكون الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله عز وجل فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان ابو بكر اعلمنا فقال يا ابا بكر لا تبكي ان امن الناس علي في صحبته وماله ابو بكر ولو كنت متخذا في امتي خليلا لاتخذت ابا بكر ولكن اخوه الاسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب الا سد الا باب ابي بكر. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يعلى بن ابي يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضه الذي مات فيه عاصبا راسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال انه ليس من الناس احد امن علي في نفسه وماله من ابي بكر بن ابي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن خلة الاسلام افضل سدوا عني كل خوقة في هذا المسجد غير خوقة ابي بكر. باب الابواب والغلق للكعبة والمساجد. قال ابو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج قال لي ابن ابي مليكة يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وابوابها. وبه قال حدثنا ابو النعمان وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرج. قال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا فقال صلي فيه فقلت في أي فقال بين الأسطوانتين. قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى. باب دخول المشرك في المسجد. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة ويقال له ثمامة بن وسال فربطوه بسارية من سوار المسجد. باب رفع الصوت في المسجد. وبه قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن نجيح المدني قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وقال حدثنا جعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت إليه فإذا عمر بن الخطاب قال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما قال ممن أنتما أو من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما طرف عن يسواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضي ابن أبي حضرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار بيده انزع الشطر من دينك. قال كعب قال قد فعلت يا رسول الله. قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضي. باب الحلق والجلوس في المسجد. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشير بن المفضل عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح وصلى واحدة فأوترت
فأوطرت له ما صلى، وإنه كان يقول آخر صلاتكم بالليل بيتنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال كيف صلاة الليل؟ فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتره لك ما قد صليت. وقال الوليد بن كثير وبه قال حدثنا عبيد الله وابن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم فهو في المسجد. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف وقال ابن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي باكر الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الآخر فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. باب الاستلقاء في المسجد. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنهم أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضيا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. باب المسجد يكون في الطريق عن غير من غير ضرر بالناس فيه. وبه قال الحسن وأيوب ومالك. وبه قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن وكيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بدل أبي بكر فبتنا مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، ويقف عليه نساء المشركين وبناؤهم يعجبون منه وينذرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكا لا يملك ولا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. باب الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاة في بيته وصلاة في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا صلاة ولم يخطي خطوة إلا رفعه الله بها درجة أو حتى عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يؤذي يحدث فيه. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. وبه قال حدثنا حامد بن عمر عن بشر. وبه قال حدثنا عاتم قال حدثنا باقي عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمر رضي الله عنهم قال شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. وقال عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من أبي فقومه لي واقد عن أبيه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر فكيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن ابي بردة عن ابي بردة بن عبد الله بن ابي بردة عن جده عن ابي موسى رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك اصابعه. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميل قال اخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنهم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال ابن سيرين فلقد سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى
وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهباه أن يكلمه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل السجود أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل السجود أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سأله ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حسين قال. ثم سلم. باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. وبقال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأماكن. قال وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأماكن. فسألت سالما فلا أعلمه إلا ما فقنا في الأمكنة كلها، إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. وبه قال حدثنا إبراهيم المنذري الحذابي قال حدثنا أنس بن عياد قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحلف حين يعتمر، وفي حجة حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحلف، وكان إذا رجع من غزوة وكان من تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط بطن باد، فإذا ظهر من بطن واحد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس، ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمت التي عليها المسجد، ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كثب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فدحى فيه السيل بالبطحاء حين دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء. وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى به فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى، وأنت ذاهب إلى مكة وبينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. وأن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي إلى العرك الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرك انتهى طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف، وأنت ذاهب إلى مكة وقد أبطني ثم مسجد. فلم يكن عبد الله بن عمر يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره وورائه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه، وكان عبد الله يروح من الروح فلا يصلي الظهر حتى يأتي من ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإذا مر به قبل الصبح بساعات أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح. وأن عبد الله رضي الله عنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحات ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق، وبجاه الطريق في مكار بطيح سهل حتى يفضي من أقامة دوين بريد الرويسة بميلين، وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق، وفي ساقها كتب كثيرة. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة
في طرف تلعة من براء العرج وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاث على القبور رطب من حجارة عن يمين الطريق عند سلامات الطريق بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرش ذلك المسير لاصق بقراع هرش بينه وبين الطريق قريب من غلبة وكان عبد الله بن عمر يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسير الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حين تهبط من الصفر من الصفرابات ينزل في بطن ذلك المسير عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجرة وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوبا ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة وليضة ليس في المسجد الذي بني ثمة ولكن أسفل من ذلك على أكمة وليضة وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة فجعل المسجد الذي بني حتم بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمه ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على أكمة السوداء تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة باب سترة الإمام سترة من خلفه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتار وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمرت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترطع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد وأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر ثم اتخذها الأمراء وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلي وسترته وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حزم عن أبي سهل بن سعد رضي الله عنهم قال كان بين مصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار من ممر الشاة وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنهم قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها باب الصلاة إلى الحربة وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقص له الحربة فيصلي إليها باب الصلاة إلى العنزة وبه قال حدثنا عدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي ببضوء فتوضا فصلى بنا الظهر وصل العصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمران من ورائها وبه قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع
قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. باب السترة في مكة وغيرها. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم يا نبي جحيفة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنازة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال عمر رضي الله عنه المصلون أحق بالسوار من المتحدثين إليها. ورأى ابن عمر رضي الله عنهم رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال صلي إليها. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لقد أدركت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتذرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس رضي الله عنهم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جبيرة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج وكنت أول الناس دخل على أثره فسألت بلال أين صلى فقال بين العمودين المقدمين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها. فسألت بلال حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه. وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. ثم صلى وقال لنا إسماعيل. وبه قال حدثني قال مالك فقال عمودين عن يمينه. باب. وبه قال حدثنا إبراهيم المدرك قال حدثنا أبو زمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع. صلى يتوقى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال وليس على أحدنا بأس أن صلى في أي نواحي البيت شاء. باب الصلاة إلى الراحلات والبعير والشدر والراحل. وبه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي البصري قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. فقلت أفرأيت إذا هبت الركاب؟ كان يأخذ الرحلة فيعدله فيصلي إلى آخره أو قال مؤخره. وكان ابن عمر يفعله. باب الصلاة إلى السرير. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أعدلتمون بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فيكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. باب. ليرد المصلى من مر بين يديه. ورد ابن عمر رضي الله عنهم في التشهد وفي الكعبة وقال إن أبا إلا أن يقاتله قاتله.
وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا ابن البارث قال حدثنا يونس عن حميد عن حميد بن بلال عن ابي صالح عن ابا سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حبه قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العذبي قال حدثنا ابو صالح سمان قال رأيت أبا سعيد رضي الله عنهم سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مصاغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من سعيد ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لك من أبي سعيد ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد يجتاز بين يديه وليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. باب إثم المار بين يدي المصلي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن النضر مولى عمر بن عبد الله عن بصير بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلى فقال أبو جهيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلى ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري. قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. باب استقبال الرجل وهو يسلم. وكره عثمان رضي الله عنه أن يستقبل الرجل وهو يصلي هذا إذا استغل به فأما إذا لم يستغل به فقد قال زيد بن ثابت رضي الله عنهم ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. وبه قال حدث إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم عن مسلوك عن عائشة رضي الله عنها أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرد فقالت لقد جعلتمونا كلابا لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مستجعة على السرير فتكون لي الحاجة وأكره أن أستقبله فانسل انسلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله نحوه. باب صلاة خلف النائم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشي فإذا أراد أن يوطر أيقظني فأوترت. باب التطبع خلف المرأة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبلت رجلي فإذا قام بسطتها. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وبه قال باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن قياس قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدث إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال الأعمش وبه قال حدثني مسلم عن مسلوك عن عائشة رضي الله عنها ذكر عندها ما يقطع الصلاة القلب والحمار والمرأة فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مستجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فانسلع من عند رجليه. وبه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء قال لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة.
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي بالعاص بن ربيعه بن عبد شمس فاذا سجد وضعها واذا قام حملها باب اذا صلى الى فراشه فيه حائض. وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة وقال حدثه شيخ عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الحادي قال اخبرتني خالتي ميمونه بنت الحارث قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه علي وانا على فراشي. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا شيبان سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد بن الحادي قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا على جنبه نائمة فإذا سجد أصابني ثوبه وانا حائض. باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما عدلتمون بالقلب والحمار لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مستجعة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبلتهما. باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. وبه قال حدثنا إسحاق بن أحمد بن إسحاق السرماري وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جذور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاحها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فأنبعث أشقاهم فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعض على بعض من الضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة وهي جويرية فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تصبهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد قال عبد الله فوالله لقد رأيتهم صرع يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون آفیشیل کو سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں. شکریہ.